السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين نناقش فيها احتياجات محافظه مأرب مع التطور العمراني الحاصل في المحافظه. من شبه مدينة صحراوية بائسة الخدمات قبل 5 سنوات إلى المحافظة الأسرع نمواً عمرانياً وتنموياً والأكثر استقبالاً للنازحين من بين مدن الجمهورية، هذا الحال الذي عليه مأرب المدينة والمحافظة، الأمر الذي ضاعف من المسؤوليات على قياداتها المحلية. على امتداد ال5 سنوات الماضية مثلت محافظة مأرب المقصد الأول للنازحين ولرأس المال المحلي النازح من مناطق الصراع، استقبلت أكثر من 2 مليون نازح وتضاعفت فيها نسبة العمران، وبالتالي وجدت سلطتها المحلية نفسها ملزمة بمواكبة هذا الزخم والإقبال بشيء من التطوير، إلا أنه لا يزال بحسب مراقبين دون المطلوب. ما الذي قامت به قيادة محافظة مأرب لتواكب التطور المتصاعد في المحافظة؟ وما حجم الضغوط التي تواجهها؟ وما مستوى إمكانياتها المتاحة؟ وهل تساعدها في القيام بمهامها المنشودة؟ بالمقابل ما الآثار المترتبة عن أي تأخر في تطوير الخدمات؟ وكيف يمكن التعامل مع حاجة السكان؟ هذه الأسئلة ستكون محاور لحلقتنا لهذا اليوم، نناقشها مع ضيوف الحلقة. معنا عبر الأقمار الصناعية من محافظة مأرب دياب الشاطر، صحفي في ديوان المحافظة، وعبر الهاتف من مأرب وكيل محافظة مأرب الشيخ محمد بن علي المعوضي، ومن مأرب أيضا هاتفيا الناشطة الحقوقية فاتن الديابي. إذن أبدأ مع ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية سيد دياب الشاطر، صحفي في ديوان المحافظة. إذن سيد دياب، يعني لو تضعنا في صورة عامة على محافظة مأرب مع التطور العمراني الكبير الذي تشهده هذه المحافظة. نعم، أهلا وسهلا بكم، ويشرفني أن أكون ضيف في أحد برامج قناة بلقيس. طبعا مأرب كما تشاهدون المحافظة التي استطاعت أن تكون نواة الجيش الوطني والمقاومة، هي اليوم تخطو خطوات سريعة، وإن يعني كانت بطيئة، إلا أن الوضع في مأرب بشكل عام يعني تنمويا وأمنيا ويعني توفر الخدمات التي تقدمها السلطة المحلية بالمحافظة. اليوم مأرب كما قلت تشهد نقلة نوعية، أنا أعتبر هذه النقلة هي هبة من السماء، سارت الأحداث على غير ما كنا نتوقع وما كنا نحلم. اليوم مأرب استطاعت أن تتحول إلى عاصمة فعلية لليمن، وبإذن الله تعالى القادم سيكون أفضل بكثير. نعم، طيب سيد ذياب، إذا ما أتى الحديث هنا عن التحديات التي تواجه السلطة المحلية أمام هذا التزايد السكاني الحاصل في المحافظة، ويعني النزوح القادم إلى المحافظة من العديد من محافظات الجمهورية، يعني لو تضعنا في صورة عن أبرز التحديات التي تواجه السلطة المحلية في المحافظة. طبعا التحديات كبيرة ومضاعفة جدا، خاصة هذا في ظل الوضع الحالي الذي يعيشه اليمن. طبعا تزايد السكان بهذا الشكل الكبير جعل مأرب البسيطة التي موازنتها وخططها يعني قصيرة المدى أن تمد الخطى إلى يعني آلاف الخطوات وبشكل سريع، وهذا يشكل ضغط كبير جدا على المحافظة التي كانت في عهد النظام السابق يعني عبارة عن شارعين كما نسمع الكثير وكما نشاهد في أرض الواقع.
يعني المحافظة التي لا شيء عبارة عن مجمع حكومي متواجد في المدينة، اليوم يعني لابد على يعني تكونت يعني صعوبات وعراقيل كبيرة أمام السلطة المحلية في أن تكون مواكبة للتزايد السكاني، وكذلك مواكبة النشاط العمراني الموجود في المحافظة. هذا أكبر تحدي يواجه المحافظة إلى حد الآن. بالنسبة للكهرباء، كانت مأرب يعني تحتاج ميجاهات بسيطة جدا، الآن مأرب تحتاج إلى ما يقل عن 70 ميجا بالنسبة للكهرباء. التعليم، يعني كانت هناك مدارس معدودة، الآن تضاعف أعداد الطلاب والنازحين إلى 200%. يعني لابد من مواكبة هذا التطور بالإيجاد المعلم، الكتاب المدرسي، كذلك في كل المجالات، الطرقات. لكن لو حدثنا سيد دياب، لو تحدثنا عن الحكومة ومستوى الدعم لموازنة محافظة مأرب، خصوصا أنها يعني تعرف تماما حجم التزايد السكاني في هذه المحافظة التي وجد الناس مستقر لهم في هذه المدينة بعيدا عن أوضاع الحرب التي يعني تشهد العديد من المحافظات وعدم الاستقرار. طبعا أنت والمشاهدين يعرفون يعني الحكومة وكيف يعني تجاوب الحكومة مع المحافظات المحررة. نشهد وضع يعني مساوي فعلا. الحكومة لم يعني تكون متواجبة بالشكل الدائم في اليمن، وذلك هناك صعوبات كبيرة جدا. محافظة مأرب ممثلة بالشيخ سلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية يعني يشكلون يواجهون تحديات كبيرة في جانب الحكومة، لكن الحكومة والوزراء الذين نزلوا إلى مأرب كان لهم دور كبير جدا. يعني بعد ما شاهدوا الواقع في أرض المحافظة يعني استطاعوا أن يدعموا بشكل كبير في بعض المجالات، لكن لا تزال المحافظة بحاجة كبير جدا، بحاجة أشياء كثيرة من الحكومة، والوضع الحكومة يعرفه الجميع، وهناك إشكالية كبيرة جدا. ولذلك المحافظ كل الجهود التي نراها هي جهود محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة. نعم، إذا ابقى معي سيد دياب، وأرحب هنا ستنضم إلينا عبر الهاتف الناشطة الحقوقية من محافظة مأرب السيدة فاتن الذياب. سيدة فاتن مساء الخير. سيدة فاتن أهلا بك معنا في حلقة اليوم. يعني نتحدث اليوم عن الوضع في محافظة مأرب مع هذا التزايد السكاني الذي تشهده المحافظة. أنت كناشطة وأيضا كمواطنة مقيمة في هذه المحافظة، كيف تجدين الوضع فيها من حيث الخدمات، من حيث جميع يعني الأمور، كيف تجدينها في المحافظة؟ محافظة مأرب استقبلت عدد وكم هائل لا يستهان به من جميع محافظات الجمهورية اليمنية. الخدمات التي تقدمها، احنا لا نريد ان نجحد السلطة المحلية في تقديم خدماتنا، خدمات لكن ضئيلة جدا وقليلة لا تكاد تذكر بحجم السكان المتواجد في المحافظة وعدد المديرية. مأرب ليس مركز المدينة، مأرب هي كل المديريات المحافظة. مأرب مكونة من 14 مديرية، تم التركيز على مركز المدينة، مركز المحافظة وهي المدينة المجمع، بينما تم تهميش بقية المديريات. عندما نتحدث عن تنمية وعن عطاء وعن إعمار، يجب أن تشمل هذه التنمية جميع مديريات المحافظة. هناك قصور كبير في جانب التعليم والصحة. على سبيل المثال الآن معنا مديرية سرواح، مديرية سرواح تعاني من قصور كبير في جانب التعليم. قبل الحرب كانت هناك 65 مدرسة،
والآن تتناقص العدد إلى وأصبحت الآن 13 مدرسة. هذه ال 13 مدرسة مبنية من 6 فصول، وبقية الفصول مبنية من العشر. فيعني قفلت السلطة المحلية عن جوانب مهمة ومهمة وجدا لابد أن تأخذها بعين الاعتبار، وهي الجانب الصحي، الجانب التعليمي. فركزت وبذلت جل تركيزها على المدينة وتلميعها، بينما تهمش بقية المديرات. نحن هنا بالسلطة المحلية بتوزيع عادل للخدمات في جميع المديريات. يعني تتحدثي سيدة فاتن بأن هناك توزيع عدم عادل، أيضا إلى جانب نقص في الخدمات أيضا هناك توزيع يعني ليس عادلا في موضوع الخدمات في المحافظة. فعلا. نعم. طيب يعني البعض يتحدث سيدة فاتن بأن يعني محافظة مأرب كانت سابقا هي عبارة عن يعني مدينة صغيرة وتجمع سكاني صغير، اليوم باتت بكل هذا الكبر وما زالت يعني تتوسع بين فترة وأخرى، وبالتالي الوضع يعني يحمل السلطة المحلية مشقة أكبر ومسؤولية كبيرة. أولا هنا سؤال، يعني هل تغير الوضع عن ما كانت عليه مأرب ما قبل الزيادة السكاني الحاصل وما بعد على مستوى الخدمات؟ يعني هل تراجع الوضع للخلف أم أنه يعني لكي نكون منصفين تحسن الوضع نوعا ما؟ هناك تحسن نوعا ما وليس للحد المطلوب للأسف. نعم. هناك من بعض النشطاء الإعلاميين هم من يتسببون في ما نحن فيه الآن، يتحدثوا عن تنمية كبيرة، عن إعمار، عن أي من خلال أخذ صورة جميلة. أما نعم. الشارع نظيف أو إنارة أو شارع يحتوي على عدة شجيرات، وتحدثوا عن مارب الأسطورة. نعم. بهذه صورهم وهذه تلميعاتهم وإشعاراتهم التي لا تكاد تذكر ما تستحقها مارب، قد يسببوا في عرقلة خدمات كبيرة أو فرص للتأثير المحافظة. وعندما نتحدث الآن عن تقدم وتنمية عمرانية، هي تتمثل في بناء عدة فنادق تتبع تجار، تتمثل في بناء عدة مولات تتبع تجار، لا تصب في مصلحة المحافظة، وإنما ما نسميه قد نسميه إعمار أو تنمية سفري، تنمية مؤقتة. الآن التنمية اللي تحدث عنها والتوسيع، هناك محافظة مكونة من مركز مدينة، هذه المدينة مكونة من 3 شوارع، هذه الـ3 شوارع لا تكاد تسع أو تتسع للمرة قدما فيها، لا هناك تنظيم مروري، لا هناك خدمات تذكر أو تستحق الذكر والحديث عنها، إنما ترويج بعض الصور يأخذها ليلا من خلال التصوير الليلي أو جميل. تصوير عدة شوارع جميلة وإنارات وشجيرات. وتحدثنا طيب. عن تنمية العمار، طيب سيدة تحدث فاتن عن تنمية العمار، عندما تحدث عن التنمية هذا تشمل 13 المديرية الباقية وليس مديرية المدينة فقط. جميل جميل، ابقي معي سيدة فاتن، هذه تساؤلات مهمة وأمور مهمة وضعتها، سأنقل جانبا منها إلى ضيفي السيد ذياب. يعني سيد ذياب، لعلك استمعت لحديث الناشطة فاتن، هي ناشطة وأحد أبناء محافظة مأرب ومواطنة بالدرجة الأولى، تتحدث بأن يعني هناك خدمات لا أحد ينكرها ولكنها ليست بالشكل الأمثل، يعني هناك تهويل إعلامي كبير وهناك يعني نشطاء وأيضا إعلاميين مساندين للسلطة المحلية يصورون الوضع على أن هناك منجزات ضخمة، بينما الوضع ليس بهذا أو بتلك الصورة. يعني نعم، أنا أحدثك، قبل الحرب كانت مأرب لا شيء، يعني عبارة عن مجمع حكومي صغير جدا، يعني مأرب كانت لم تحصل على حتى 5% من التنمية في 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 حتى في العاصمة المحافظة. اليوم نحن نحتاج التنمية على مدى سنوات أو عقود من الزمن في خلال شهر أو شهرين أو عام أو عامين، غير معقول ما يحدث طبعا.
طبعا هي لم تنكر وبدات من الصفر، هي لم تنكر ان الوضع لم يتغير منذ ما قبل الاحداث وما بعدها، هناك تحسن ملحوظ في محافظه مأرب، ولكن يعني ان يتم التقاط الصور لشارع صغير يتم رصفه وبالتالي يتم الحديث حوله لمدة شهر بأن هناك إنجاز، أو تأخذ صورة ليلية للمدينة ويعتبر هذا كمنجز، ما وجد في محافظة مأرب هو فرضه الواقع وتواجد رأس المال ونزوح الناس إلى هذه المدينة، وتوسعت المدينة، ناس بنوا مساكن وناس بنت فنادق وتوسعت المدينة وكبرت، ولكن تقول الأخت فاتن بأنه لازم أن يتم النظر إلى الداخل، هناك يعني الجانب الصحي، هناك فيما يتعلق بالكهرباء جوانب كثيرة فيها قصور كبير، يعني لا يحكم على موضوع أن مأرب وصلت إلى مستوى يعني كبير من التطور وهناك لا زالت أمور بسيطة في الداخل يتم التغاضي عنها فيما يتعلق بالخدمات. نعم، أنا أحدثك عن هذا الموضوع بالتحديد. نحن يعني لمسنا الخدمات الموجودة في مدينة مأرب بشكل كبير جدا، كنا نحلم بالخدمات الموجودة الآن في محافظة مأرب قبل بضع سنوات، كان الزائر لا يمكث حتى ليلة واحدة في مدينة مأرب. مأرب كما أعتقد انتقلت نقلة نوعية، وهي خطوة، تعتبر خطوة رئيسية نحو بناء المدينة التي يحلم بها المواطن الماربي. طبعا هذا فيما يخص المدينة، أما بالنسبة للمديريات فهي لا شيء بالنسبة للتنمية، سوى الخط الدولي الذي يمر عبر هذه المديريات، حتى الطرق البسيطة غير موجودة طبعا في المديريات في محافظة مأرب، جبلية ووديان. طبعا هناك جهود كبيرة فيما يخص بدء التنمية في أغلب مديريات المحافظة وإيصال الخدمات إليها، لكن المواطن بطبيعته يستعجل دائما، وكأن هذه السنوات عبارة عن فرصة، بالعكس هي بداية، هي خطوة، وبإذن الله سيشمل الجانب التنموي والأمني في كل مديريات محافظة مأرب. طبعا نحن لا ننكر أن هناك قصور كبير، لكن هناك تسارع، يعني تسارع كبير جدا في المحافظة، ومعوقات بالنسبة للسيولة وبالنسبة لدعم الحكومة، ولذلك يعني تعتبر خطوة أولى نحو بناء مدينة مأرب التي جميعنا يعني ندعم السلطة المحلية وندعم التطور في هذه المدينة وأن تبقى مستقرة، وهذا يعني أمل لنا جميعا. ولكن هنا تساؤل مهم يعني طرحته السيدة فاتن فيما يتعلق بمسألة التوزيع الغير عادل للخدمات، ما المعيار في هذا الأمر؟ يعني هل هناك وساطات لبعض المناطق تصل إليها الكهرباء بشكل دائم، أو فيما يتعلق بالصحة أو أمور أخرى، وهناك مناطق تحرم، ما الذي يحدث؟ لا 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 أعتقد أن هناك توزيع عادل بالنص، لكن المديريات، مديريات محافظة مأرب محرومة بشكل كبير جدا، يعني والتنمية فيها تحتاج سنوات طويلة جدا حتى تصل إلى 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 بعض المحافظات الأخرى، الصحة، التعليم، الطرقات. يعني قيادة السلطة المحلية أعتقد أنها لا تميز مديرية عن أخرى، إنما عاصمة المحافظة هي وجه مأرب، وأغلب النازحين متواجدين في هذه المدينة، ولذلك والزائرين والوزراء والمسؤولين وكل الزيارات تأتي إلى مدينة مأرب، لابد من بناء هذه المدينة التي كانت لا شيء أصلا، لا يوجد بها سوى فندق أو اثنين، يعني الأمر طبيعي جدا أنا أعتقد. وقيادة السلطة المحلية بإذن الله خلال
السنوات القادمة لديها خطة لرفد المديريات بالاحتياجات والأولويات المهمة التي ستخرج من المديريات في المحافظة. نعم، إذن سيد دياب ابقى معي، أعود لضيفتنا الناشطة الحقوقية فاتن الديابي. سيدة فاتن، يعني لو تضعين في صورة في مسألة الخدمات، ما هي الخدمات المتوفرة والتي يعني تشهد استقرارا نوعا ما مقارنة بخدمات أخرى ليست متوفرة أو أنها ضعيفة؟ الخدمات المتوفرة حاليا في مثلا بعض الأماكن، مثلا في مديرية المدينة الجانب الأمني متوفر نوعا ما، بينما هناك يعني تذمر، وهناك بعض الإشكاليات من خلال تصرفات رجال الأمن وما إلى ذلك. لكن قد نقول الجانب الأمني متوفر، التعليم نوعا ما، هناك عدة مدارس، مجموعة من المدارس قد تحتوي الدار المتعلمين على فترتين صباحية ومسائية. لكن نحن نكرر ما طلبنا وتساؤلنا مع السلطة المحلية، هل مارب تلك المدينة فقط أو مارب ال 14 المديرية كاملة؟ الآن مثلا جانب هناك رداءة، وهناك ضعف شديد في الجانب في مجال الكهرباء، والمدينة نفسها تعاني من قصور كبير في جانب خدمات النت والكهرباء. الآن هناك حرارة نتساءل كذلك أين مصير المحطة الغازية الذي صار لنا منتظرينه قد نقول سنوات أو أشهر، ونحن على مواعيد واهية. الآن انتهى عقد محطة جيريكو واستبدلوه أعطوه بدله محطة جديدة وهي أنتريكس، بدل ما يستكملوا إجراءات الغازية قاموا باستخدام شركة أو محطة جديدة طاقة مشترى، قد يبذلوا فيها ويهدروا ملايين الريالات خلال في استخدام هذه الطاقة، بدل ما يقوموا بإصلاح أو تفعيل الغازية. هذا في جانب الكهرباء. في جانب التعليم كما ذكرت مسبقا، السرواح الذي هي كانت ميدان الحرب ولا زالت، ويعانوا أبناء سرواح من تهميش في الخدمات، مثلا التعليم وهو الركيزة الأساسية، الصحة معهم مستشفى واحد مثلا، يعني قد يلبي بعض الاحتياجات البسيطة والضئيلة جدا. لو أن تم استثمار 170 المنظمة المقيمة في مأرب أو الشقالة في مأرب في كل تم توزيع مثلا في جانب الصحة التعليم، أو التركيز على وجه الخصوص والأساس التعليم، حتى انحصرت 65 مدرسة إلى 13 مدرسة مكونة كل مدرسة من 6 فصول. هذا يعني قصور ضعيف ونقطة سوداء في تاريخ السلطان المحلية. كذلك نعم. المناطق النائية قد 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 تكون بعيدة جدا عن الصورة. طيب أنت تركز كلامك سيدة فاتن، أنت تتحدثين هنا عن الكهرباء. طيب سيدة فاتن، أنت تتحدثين هنا عن المديريات في ريف المدينة، أم أن يعني حديثك يتركز عن مأرب بشكل عام، المركز والمديريات؟ أتحدث عن الخدمات المتوفرة نوع ما في المدي في 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 قلب المدينة ومركز المدينة، زي هي المدينة نعم. المجمع هناك يعني بعض الخدمات المتوفرة قد نعتبرها يعني تلبيه لبعض احتياجاتنا، بينما بقية المديريات الباقية قد لا تذكر أو لا تكاد تذكر تلك الخدمات المتوفرة فيها. هناك قصور، مثلا الآن الجانب الصحي في بقية المديريات انتشر وباء، ذي هو وباء حمى الظناك الكوليرا في مديرية الجوبة وحريب، تم مناشدة المكتب الصحي لأكثر من شهر وهم ينادوا لم يتم تلبية في مكافحة هذا الوباء إلا بعد زبعة إعلامية، منشورات، مناشدات، يعني نزلوا بعد مطالبات وتصعيد إعلامي من قبل النشطاء وأبناء المديريات هذه. يعني طيب سيدة فاتن، هنا السلطة المحلية، سيدة فاتن هنا السلطة المحلية تتحدث عن أن المشكلة يعني هو في الدعم، يعني هناك يعني دعم من الحكومة للمحافظة ولكن ليس بما يتناسب مع احتياجات المحافظة ومع الزيادة السكانية في هذه المحافظة. أنت هل تعتقدين بأن السلطة المحلية في محافظة مأرب لديها ما تقدمه أكثر مما هو متواجد حاليا؟ فعلا لديهم ما يلبي بعض
لا نقول كل، بعض احتياجات المحافظة بكل مديرياتها، لكن كما ذكرت سابقا انه تم التركيز على جانب كما ذكر يعني نفهم منك اننا امام حاله اهمال في المحافظه وليست مساله عدم توفر الامكانيات. فعلا الامكانيات ما رب هي اعتبرها هي المحافظه المحظوظه في الوقت الحالي، تم التركيز عليها من قبل سواء في الداخل والخارج، كل مثلا الان هناك دعم لمحافظه مأرب في جميع الجوانب، مثلا المنظمات ركزت كل تركيزها على محافظه مأرب بحجه معنا مأرب هي المدينه التي احتوت النازحين. نعم. لو ان هي يتم تصريف تلك الاموال المهدوره في غير اماكنها الصحيحه في اشياء ايجابيه لم يجدوا هذا التذمر من المواطنين. الان حتى المدينه تعاني في التصريف الصحي، طفح في المجاري، يعني يتسبب هذا الشيء في انتشار الأوبئة وقد يتسبب في مشاكل عديدة. هناك نعم. إذن وضحت فكرتك سيدة فاتن، تكرمي بالبقاء معي. أعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية الصحفي في ديوان المحافظة سيد دياب الشاطر. سيد دياب، لعلك استمعت لحديث السيدة فاتن، هي تتحدث يعني بأن الوضع ليس بذاك الوضع المثالي، ولكن ما قدمته السلطة المحلية شيء لا ينكر، وإنما بيدها أن تقدم ما هو أكثر، يعني لن تقدم شيء يعني يلبي حاجات المحافظة بشكل عام، ولكن ما قدم إلى الآن ليس بالوضع المطلوب. بإمكان السلطة المحلية تقديم ما هو أكثر، بمعنى تقول أن هناك إهمال. طبعا السلطة المحلية خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة يعني قدمت لمأرب مشاريع كنا نعتبرها يعني مستحيل في خلال ثلاث سنوات او اربع. كما قلت سابقا، السلطة المحلية تخطو خطوات نحو تنمية المحافظة، لا زلنا في ظل الحرب، لا زال الحكومة وكذلك ميليشيا الحوثي والانتقال كل يعني اليمن مشتت، الحكومة لم تكن متواجدة داخل البلد، الوضع بشكل عام يعني سيء جدا في مأرب. يعني استطاع محافظ المحافظة أن ينقل يعني المحافظة إلى هذه الدرجة التي نعتبرها هبة من السماء. المواطن بطبيعة الحال يعني كلنا نتطلع أن تكون التنمية أسرع، لكن الصعوبات والمعوقات كبيرة جدا، يعني الحرب لا تزال على أطراف محافظة مأرب. عندما تنظر إلى أي محافظة من محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الشرعية المحررة، لن تجد نفس التطور والتسارع الذي شهدته محافظة مأرب. لكن سيد ذئاب، يعني قد يقول قائل، سيد ذئاب قد يقول قائل ولو قاطعتك هنا، يعني أننا ما زلنا في نفس دائرة التضخيم، يعني هنا المحافظة بهذه الكثافة السكانية ويعني هجرة رؤوس الأموال من المناطق الأخرى إلى المحافظة هي من صنعت هذا الوضع، وإنما السلطة المحلية هي من رتبت الوضع وساعدت في هذا الأمر، ولا يعد الأمر هو إنجاز فرضته السلطة المحلية، وإنما فرضه الواقع. أنا لا أكلمك عن المباني التجارية التي حدثت في المحافظة، هناك يعني إنجازات حققتها قيادة السلطة المحلية، يعني في مركز عاصفة المحافظة، وكذلك في يعني بعض المديريات التي تبعد عن المحافظة، لكن هناك يعني تنسيق كبير بين المديريات وكذلك قيادة المحافظة، يعني هناك تنسيق بين قيادة المحافظة وكذلك الوزارات الخدمية التي تخص احتياجات المواطن. هناك صعوبات كبيرة جدا على مستوى مشروع واحد يتطلب سنوات حتى يتم تنفيذه، يعني الأمر ليس بهذه السهولة. نحن في مأرب الأمن متوفر، الكهرباء متوفر على مدى 24 ساعة،
التنمية بدأت، المرتبات، الصحة، التعليم، كل ذلك لم ينقطع ولو ليوم واحد بالنسبة لأغلب مديريات المحافظة، ولذلك المواطن لم يشعر كثيرا بعناء الحرب ما عدا المديريات التي دخلها الحوثي بالنسبة للصرواح ومزر وغيرها من المديريات التي دخلها المحافظة، هذه وضعها مأساوي أكثر. نعم، إذا جميل ابقى معي سيد دياب، يعني هنا 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 استطلاع، هنا استطلاع لأبناء محافظة مأرب، سنشاهد هذا الاستطلاع سويا ومن ثم سنعود. إذا مشاهدينا، هذا استطلاع نشاهده سويا لمواطنين من محافظة مأرب يتحدثون عن الواقع والوضع في هذه المحافظة، نشاهد سويا. مستوى الخدمات جيد، لكن بحاجة إلى مزيد من الجهود شأن يعني مثل خدمات الكهرباء، خدمة الكهرباء، المجاري، الكثير من الخدمات، يعني ضغط السكان كثير وما زالت ما كوتش كثرة النازحين من بقية المحافظات، فما زالت بحاجة لكثير من الجهود من أجل أن تواكب التطور الحاصل. نحن هنا من أكثر من 4 سنوات، مأرب فعلا شهدت طفرة سكانية كبيرة، لكن للأمانة هناك خدمات واكبت هذه الطفرة السكانية، قد لا تكون بمستوى ممتاز لكنها جيدة إلى حد ما. مأرب بحاجة ماسة حاليا إلى طاقة كهربائية تعمل بالطاقة الغازية بدل الكهرباء المشترى. الطاقة المشترى لا تخدم المدينة ولا تشجع على إنشاء مصانع تعود بالنفع على هذه المدينة. وأيضا مشروع الصرف الصحي يجب على السلطة المحلية وعلى مشروع أو البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن الذي تعهد مسبقا بإقامة هذا المشروع الاستعجال به. المدينة بحاجة إلى هذا المشروع، بحاجة ماسة فعلا إلى هذا المشروع. أيضا القطاع الصحي جيد إلى حد ما. ما ينقص مأرب هو وجود مستشفى نموذجي واكب التطور الذي تشهده المدينة. لا يوجد في مأرب مستشفى نموذجي، مستشفى الهيئة العام خاص بالجرحى وبجرح الجيش وقد يكون محصورا عليهم. مستشفى كراء يبعد عن المدينة ولا يلبي احتياجات السكان المحليين هنا، وخدماته يعني لا ترتقي إلى مستوى جيد. هذا التطور العمراني في مدينة مأرب وهذا الازدحام المستمر وأيضا العمل على يجب العمل على أن تواكب الخدمات هذا الازدحام. هناك اليوم مشاكل كبيرة في الكهرباء، ويتم الحديث أن الكهرباء ما زالت مستأجرة. لدينا في مأرب الكهرباء الغازية إلى الآن لم يتم العمل فيها أو البدء بالعمل فيها مواكبة لهذا التطور. أيضا من المشاكل التي تعاني منها مدينة مأرب مشكلة الصرف الصحي، وهي مشكلة كبيرة تنذر بكارثة بيئية. يجب الإسراع في تنفيذ هذا المشروع المهم لأنه يلامس حياة الناس ويلامس أيضا التطور الحاصل في هذه. إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع من محافظة مأرب يتحدث الناس حول الخدمات والواقع في المحافظة. وأعود هنا بالسؤال لضيفي السيد دياب الشاطر. سيد دياب، قبل أن أقطع حديثي معك، أنت تتحدث أنت عن أن هناك استقرار في الخدمات في موضوع الكهرباء والصحة والصرف الصحي. هذا الاستطلاع يتحدث بشكل معاكس تماما لما قلته، بأن هناك انقطاعات متكررة بالتيار الكهربائي، هناك طفح في المجاري وما ينذر بكارثة بيئية، هناك قصور في الجانب الصحي. كيف تنظر إلى حديث الناس؟ طبعا القصور موجود. طبعا أنا قلت لك المحافظة بدأت من الصفر خلال سنوات كثيرة جدا. القصور الموجود، قيادة السلطة المحلية لديها خطط لمواكبة أو تغطية القصور و احتياجات المواطن الماربي، يعني هذا ضمن أولويات السلطة المحلية في العام 2020 جدا. ضمن أولويات السلطة المحلية في العام 2020 هو معالجة جوانب القصور الحاصلة والتي يتحدث عنها الناس.
نعم، السلطة المحلية تتدخل في أي مشكلة أو تلبي أي احتياج يعني من جانب المواطن المانبي وبعض المديريات في المحافظة. أنا أتكلم عن استعجال كبير في المواطن، يعني يريد تنمية في خلال فترة بطيئة جدا. المشهد اليمني معقد جدا، يعني وضع الحكومة وقيادة السلطة المحلية، المشاريع التي تم الإعلان عنها في المحافظة مثل مطار مارب، مثل الغازية، يعني هناك عوائق كبيرة جدا تحول دون التنفيذ، وبعضها ليس بيد السلطة المحلية أي شيء. يعني الجانب السعودي وكذلك جانب الحكومة اليمنية، لو كان كل الأمور والموازنة موجودة بيد السلطة المحلية والخطط موجودة تم التنفيذ في أرض الواقع بشكل أسرع. السيولة والدعم يحتاج يعني حل كبير جدا، ووضع اليمن بشكل عام والحكومة سيء جدا وكما يشاهده الجميع. إذن ابقى معي سيد ذياب. أعود لضيفتي من محافظة مارب الناشطة الحقوقية السيدة فاتن الذيابي. يعني سيدة فاتن، هنا تساؤل أخير فيما يتعلق بأهم المطالب والخدمات التي يعني تعتقدي أنها لا تحتمل التأخير في العام 2020. أهم المطالب وأهم مطلب أوجهه من منبركم هذا هو رسالتي ورسالة كل مواطن ماربي حريص على بناء وتنمية وإعمار المحافظة، هو الكف عن الترويجات الوهمية والسطحية، لأن مارب هي تلك المحافظة الأسطورية التي رجت ووصلت إلى مستوى أفضل. لأن قد هذه الصور وهذه الترويجات وهذه الوهميات قد تحرم المحافظة أشياء وفرص، قد تحرمها بسبب ترويجات وأشياء لا أساس لها من الصحة. تحدثي عن صورة بسيطة جميلة قمت بعمل فوتوشوب وعمل تلميعات لها بأن مارب أصبحت أسطورة، مارب دبي أثنين أو مارب دبي الصغرى. لا، اجعل مطلبك هو تنمية وإعمار مارب بالشكل الحقيقي والمطلوب، كن محايد ولا تحاول السعي للوصول إلى مصلحتك أنت شخصيا من خلال تنميع أشياء جانبية أو دعم جانب سواء محلي أو حزبي أو ما إلى ذلك. المطلب الثاني هو إصلاح وتفعيل الدور التصريف الصحي، لأن هناك عبث كبير في هذا الجانب، وهناك انتشار أوبئة ومشاكل كارثية تلحظ بالمواطن الداخل لهذه المدينة بسبب هذا الإهمال للجانب المجاري وما إلى ذلك. ترقيت وإصلاح مستوى خدمة النت والكهرباء، لأن أصبحنا الآن في العصر الحالي جميع الأعمال جميع الأشغال متركزة على النت والكهرباء. أتحدث الأخ ذياب عن كهرباء مدة 24 ساعة، فعلا هي محصورة في مديرية واحدة اللي هي مديرية الجوبة 24 ساعة لا ننكر ذلك، بينما في منها المديريات المهمشة مركز المدينة ساعة ساعتين شغال الكهرباء، ثلاث ساعات أربع ساعات يتمتد إلى سبع ساعات طافية، قد تسبب في قطع أعمال ومعاملات كبيرة قد تتضرر منها. نحن شخصيا من نتكلم معكم حاليا، لذلك يجب على السلطة المحلية توزيع عادل للخدمات في جميع المديريات. سرعة ترقية وإصلاح الكهرباء والنت ومشكلة الصرف الصحي، إذن وضحت الصورة الترويجات الغير حقيقية. نعم وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر الناشطة الحقوقية السيدة فاتن الذيابي، كنت معنا هاتفيا من محافظة مأرب. وأرحب هنا بضيفنا، سينضم إلينا من محافظة مأرب، سيكون معنا الصحفي محمد حفيظ. سيد محمد مساء الخير. أهلا بك مساء النور. أهلا بك سيد محمد، أنت هنا ك يعني مواطن مقيم في هذه المحافظة، كيف تجد الوضع في محافظة مأرب من حيث الخدمات والاستقرار والجانب الأمني
وأمور أخرى في المحافظة؟ نعم، محافظة بدأت في المرحلة الأخيرة أو من بداية الأزمة الحالية أو الحرب الدائرة شهدت نشأة عمرانية كبيرة وتوسع، لذلك أدى إلى احتياجات كثيرة في الخدمات والمشاريع. نعم. لكن السلطة المحلية لم تكن يعني الوصول إلى تنفيذ طلبات أو احتياجات المواطنين والنازحين في داخل المدينة أو في المديريات الأخرى في المحافظة. إذا ما تحدثنا عن نجاح أو قصور، نعم، من حيث نجحت السلطة المحلية في المشاريع الطرق نجحت بها يعني وصبت جل أو كل جهدها في هذه في هذا المشروع الوحيد. أما إذا تحدثنا عن المشاريع الأخرى فهي قصور ما نسبته أقل من 50%. مثلا هناك مشاريع أو خدمات مثلا الإنترنت، إذا ما تحدثنا عن خدمات الإنترنت، هذه الخدمة يعني لم تحدث فيها أو لم تفعل أي شيء في هذا الجانب. خدمات أيضا عن الصحة، الصحة كيف جدا أو قد يعني بسيط، لم تبذل السلطة المحلية الجهود الكافية أو الجهود يعني التي تستطيع من خلال. طيب سيد محمد، هنا سؤال ايضا، نقطه فيما يتعلق بعيدا عن الخدمات والجانب الخدمي في المحافظه بشكل عام، نتساءل هنا بشكل خاص عن مخيمات النازحين في المحافظه. هناك شكاوى كثيره يعني جاءت في فترات سابقه عن انه هناك اهمال كبير لمخيمات النازحين وعدم إيلائهم الرعايه من السلطه المحليه بالقدر المناسب. نعم، هذا مجرد زيارة إلى أبسط أو إلى أقرب مخيم للنازحين تجد هناك الشكاوى كثيرة جدا، تجد هناك بعض النازحين يعدون حدود لهم من قبل المستوطنين ومن قبل المسؤولين في المحافظة. خدمات المخيمات يعني إذا ما تحدثنا مثلا الكهرباء للمخيمات النازحين، هذا كنا يعني أبسط أو مجرد شخص سيحدثك عن هذا الموضوع أنه لا يوجد في هذه الخدمات إلا بوادر شخصية أو كأشخاص يقوم بربط الكهرباء عشوائيا أو خيمات. ما هذا خدمات الإغاثة، موضوع النازحين في موضوع الإغاثة لم تقدمه الحضارة ورقة أو يعني مشروع مهم خدمة هؤلاء النازحين في المخيمات المتقنية في أطراف محافظة مأرب أو المنتشرة في معظم المديريات وأيضا من خارجها. يعني مخيمات حالها صعب جدا، أنا زرت عديد مخيمات وصحفي وعديت العديد من التقارير هناك، وجدت مآسي كارثية. نعم. إذن فقط لضيق الوقت سيد محمد، يعني استفهمنا منك موضوع النازحين وسأنقل يعني وجهة نظرك إلى الصحفي في رئاسة أو في دار في ديوان محافظة مأرب سيد دياب الشاطر. أشكرك أولا سيد محمد، وأعود هنا لضيفي الصحفي دياب. سيد دياب، يعني لو تحدثنا عن موضوع النازحين، يعني هناك شكاوى كثيرة يتحدث النازحين بها من فترات سابقة بأن لا يوجد الاهتمام الكافي فيما يتعلق بهم من حيث التعليم والكهرباء، و أيضا كما تحدث الصحفي محمد بأن حتى السلطة المحلية لم تقدم يعني ملف الصحفيين أو عفوا ملف النازحين في هذه المحافظة والذين يقيمون في المخيمات للجهات المانحة والمنظمات لتقديم العون لهم بالشكل المطلوب. طبعا
السلطة المحلية يعني لم تترك خطوة يعني كان بيديها أن تعملها ولن تعملها. بكل حال القصور موجود طبعا، والنازحين وأعداد النازحين يحتاج جهود أكبر حتى من مديرية من مديريات المحافظة. بالنسبة لمحافظة مارب والنازحين والمواطن بشكل عام، يعني مارب شهدت هذا التسارع الكبير في ظل الحرب، لأنها أوجدت النقطة الرئيسية التي جعلت الصورة الجميلة ترى أمام الآخرين، جعلت الخدمات تتوفر إلى حد ما في عاصمة المحافظة وبعد المديريات. هو مسألة الأمن، يعني ماذا يغني لو كانت مدينة مارب دبي مثلا ولا يوجد فيها أمن، يعني مثل لو كانت مثل عدن أو مثل أي محافظة أخرى يعني يشوبها الـ 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 نعم. لكن هنا أنا قصدت بالنازحين في المخيمات سيد ديان، وغيرها. النازحين في المخيمات وليس في مركز المدينة. نعم، النازحين في المخيمات، الجهود المنظمات يعني وما يقدموه هو قليل جدا، لكن السلطة المحلية استطاعت أن تقدم لهم يد العون، لكن لا تستطيع مثلا أن توفر شيء أكبر من الاحتياجات البسيطة التي يحتاجها النازح، خاصة إذا كان خارج مركز المديرية. يعني مسألة الكهرباء مثلا في بعض المناطق البعيدة عن المديرية، يريد مشروع كهرباء إلى يعني لوحده، المسألة مش بهذا. نعم، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر، داهمنا الوقت سيد ديان. الحكومة نعم داهمنا الوقت وأعتذر منك كثيرا. أشكرك جزيل الشكر. باختصار شديد تفضل، ولكن باختصار شديد. طبعا محافظة مارب تحتاج إلى تضافر الجهود من الإعلام، من المواطن، من بالفعل هذا شيء مهم، من المجتمع المدني. نعم، والصبر لكي تصل إلى الحلم. نأمل ذلك ونأمل الاستقرار والأمان لمحافظة مارب. أشكرك السيد ذئاب الشاطر، صحفي في ديوان المحافظة، كنت معنا من محافظة مارب، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. هنا في هذه الحلقة وقفنا أمام الوضع في محافظة مأرب ووضحنا الجوانب الإيجابية وجوانب القصور، ونتمنى الأمن والاستقرار لهذه المحافظة والنماء. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.